السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين الموكا. الموكا ده مشروب قهوة أخذ اسمه من ميناء موجود في اليمن. طبعا القهوة دي حاجة جميلة جدا، يعني بتدي قدرة على التركيز وفوائد كتير جدا يعني، وهتساعدنا ان احنا ندخل في الموك. ايه هو الموك؟ اللي هو ماسيف اوبن اونلاين كورسز. عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتدي المحاضرات وتحطها اونلاين قدام الناس كلها. فكرتها انت لو بتدرس في فصل هيكون مثلا ايه 10 20 30، لو مدرج بيبقى مثلا في 1000 2000. لو بتتكلم بقى في الموك فانت ممكن تعمل المحاضرات بتاعتك وتسيبها، تلاقي واحد يتفرج عليها من اندونيسيا، واحد من اليمن، واحد من امريكا، تلاقي ملايين الناس يتفرجوا عليها. فهي الفكرة كويسة جدا، وتقدر تحصل على المعلومات دي وانت في مكانك. يعني انت مثلا موجود في قرية نائية مثلا في مصر، ومن خلال ان انت عندك انترنت تقدر تتفرج على نفس المنهج ونفس العلم ونفس المحاضرات اللي الطالب في امريكا بيتعلمها وبيستفاد منها. يعني انا مثلا في موقع ممتاز جدا هو الطب، اللي هو كورسيرا، ده اللي عامل اللغة بتاعت البايثون هو اللي بيدرس، عاوز ايه تاني؟ هتلاقي حاجات قوية جدا. فموضوع الموك انا شايف ان هو من افضل الاختراعات في موضوع التعليم في خلال القرن اللي احنا عايشين فيه دوت. انت قاعد في مكانك وبتتعلم بتراجع على شغل زمايلك وتعمل شغلك، وواحد بيراجع لك عليها موجود في اليابان او موجود في الصين. فقطعت فجوة كبيرة بيننا وبين الغرب. يعني احنا كنا منتظرين ايه؟ نبعت ناس تدرس وبعد كده يرجعوا لنا ويقعدوا يشرحوا لنا ويقعدوا يعملوا الترجمة. لا، اصبح الموضوع اسهل من كده بكتير.